نحن موجودون في المؤسسة الخاصة الأشهر، وهذا المحل الذي ورث هذه المهنة عن جيلين. في هذا المحل، المكان الوحيد في العالم اللي يتم استعمال فيه تكنولوجيا متقدمة جدا، الأرقام الكبرى وتجميع المعطيات السحبي الذي يجعل بالإمكان قراءة الحرير. أنه مؤسسة علي بابا هي الآن مؤسسة ريادية على مستوى العالم، ما فيش أي منازع في هذا الأمر. 30 مليار دولار في يوم واحد، 2 مليار مستهلك، وأكيد أن تونس بلدي واحدة أيضا من الدول المعنية بهذا الاستهلاك. وأعتقد أن مؤسسة علي بابا حولت عالم التجارة إلى عالم جديد ومختلف. Upravo ovaj projekat koji dolazi iz najvišeg rukovodstva Komunističke partije Kine mi izuzetno pozdravljamo. Naime, mi smatramo da je to projekat privrednog razvoja, projekat mira i projekat saradnje među državama. Kama kult fil bidaja, nahnu il hizb šujuji sini, بالنسبة لنا هو عبرة وقدوة لأنه كان ناجحا في جميع المجالات. تشيتشيان مقاطعة حديثة تقوم على الحوكمة الإلكترونية. الشعار هنا ليس صناعة صينية فقط، بل صناعة صينية ذكية. الرئيس الصيني يقول سنفرغ الأقفاص من الطيور ونملأها بالطباويس. يمكن القول أن نجاح تشيتشيان تؤكد أن استراتيجية 8-8 التي وقع اقتراحها منذ 15 سنة هي مفتاح ذهبي، والنتائج واضحة العيان في هذه المقاطعة. وبذلك التجربة الصينية هي نموذج عالمي يمكن أن يلهم دول أخرى، كل حسب طبعا خصائصه المحلية.